من العاصمة الأرمينية يريفان ينضم إلينا دكتور إبراهام غزبريان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة يريفان. مرحبا بك معنا دكتور غزبريان. هل تعتقد أن أرمينيا سوف ترد على العملية العسكرية التي أطلقتها أذربيجان وتصفها بأنها عملية لمكافحة الإرهاب؟ شكرا. أعتقد بأن العملية كما تزعم أذربيجان بأن هذه العملية هي عملية ضد الإرهاب، أعتقد بأن أذربيجان هي التي تشن الإرهاب بعد حصار فاشي دام أكثر من 10 أشهر ضد الشعب الأرمني الموجود في إقليم ناغورنو كاراباخ. أود في بداية أن أقول بأن وزارة الدفاع الأرمينية في أرساخ نفت عبر البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الأذربيجانية، والتي تزعم بأن في 18 سبتمبر في يوم البارحة مساء فتحت وحدات قوات الدفاع الأرساخية وفي كاراباخ النار في اتجاه المواقع الأذربيجانية الموجودة في الأراضي المحتلة في منطقة الصيران في جمهورية أرساخ. هذه البيانات التي تنشرها عادة وزارة الدفاع الأذربيجانية تمهد الطريق لاعتماد حل عسكري في هذه القضية. لكن لماذا سوف تلجأ أذربيجان للادعاء بأنه سقط ضحايا في الإقليم من الجانب الأرميني إذا كانت هي الطرف المستفيد أكثر من اتفاق وقف إطلاق النار؟ أذربيجان خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعد وقف إطلاق النار بعد الحرب التي دام 44 يوما دائما تقول بأنها تود أن تأخذ الأراضي الموجودة التي ليست تحت سيطرتها في إقليم ناغورنو كاراباخ، وعبر ذلك تود أن تأخذ أو تسيطر على ممر زنجزور الموجودة في أرمينيا التي هي تحت سيادة أرمينيا لتصل برا إلى جمهورية نخيجيفان وعبر جمهورية نخيجيفان إلى تركيا. نحن نعلم بأن الريتوريك أو المقولة الأذربيجانية بشكل عام هي مقولة استفزاز، وخلال هذه الأعوام الثلاثة بعد اتفاقية وقف إطلاق النار في 9 نوفمبر نرى بأن عملية التصفية العرقية التي تعمل بجهد. طيب هل تتوقع سيد غزبريان أن أرمينيا سوف ترد على هذه العملية، وهل تتوقع أن تنفجر الأوضاع لحرب جديدة؟ القوات الأذربيجانية هي التي انتهكت وقف إطلاق النار في منطقة أسكيران في ناغورنو كاراباخ، واستخدمت اليوم قبل قليل قذائف هاون. لا توجد خسائر من الجانب الأرمني نتيجة انتهاك وقف إطلاق النار، وهذا بطبيعة الحال أرمينيا سترد على هذه الاستفزازات، ولكن لا أعتقد عن طريق شن حرب أو هجوم مضاد ضد أذربيجان. شكرا جزيلا لك دكتور إبراهام غزبريان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة يريفان، حدثتنا من العاصمة الأرمينية.